الحزم أبو العزم، أبو الظفرات، والترك أبو الفرك، أبو الحسرات. كلمات كنا حروف البدء في حكاية وطن، خطتها أكف المؤسس عبد العزيز. منطلقاً نحو المجد، ماض مع رجاله، نحو الرياض، على صهوات خيولهم، وفوق رؤوسهم راية خضراء. بأياد تحتضن سيوف الحق، وإرادة يتحقق بها المستحيل. كان لهم ما أرادوا، بتوفيق من الله ونصر مبين، ليعلو صوت الحق في سماء نجد، ويصدح المنادي ثلاثاً: الملك لله، ثم لعبد العزيز. ليتبدل حال البلاد من الفرقة والتشرذم والمنازعات إلى الوحدة والتعاون والوئام، ومن الجهل والبدع والتخلف إلى النور والعلم والمعرفة. إذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة. فيجب علينا التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاتفاق والاتحاد على ذلك. ما إن انتهت مسيرة التوحيد إلا لتنطلق عجلة التنمية، لتبنى صروح مملكة شامخة. وقوام التنمية إيمان المؤسس بأن التعليم ركيزة أساسية لقيام أمة قوية. ليبدأ التعليم وتنهض الدولة، وتحل مدارس التعليم مكان الكتاتيب، وتتواصل مسيرة التعليم بافتتاح الكليات في مختلف أرجاء الدولة لبناء الإنسان السعودي. ليستكمل أبناؤه الملوك من بعده نهجه في الاهتمام بالتعليم وبناء روافده، لتستمر الإنجازات في ظل دعم لا محدود قدمه ملوك هذه الأرض الطيبة على مدى عقود من الزمن، للنهوض بقطاع التعليم ودعم الجامعات السعودية. والحمد لله، نتيجة اهتمام الدولة منذ عهد الملك عبد العزيز وأبنائه حتى هذا اليوم، والحمد لله التعليم عندنا في تطور كامل. وهناك الآن تذكرون في الماضي كان يجي مع خطاب يروح يدور المطوع، مطوع إمام مسجد يقرأ خطاب. الآن الحمد لله ما عندنا واحد أو واحدة إلا تقرأ وتكتب وتتعلم. الجامعات كما تشوفون في كل مكان، في كل منطقة جامعة جامعتين أو ثلاث، المدارس في كل محل. الأبناء بلدنا الحمد لله، وأنتم مثال لهم، من كل منطقة ومن كل جهة من جهات المملكة، هذاكم الحمد لله تديرون تعليم بلدكم الحمد لله. كانت جامعة شقراء واحدة من بين 30 جامعة حكومية تسهم في تقديم تعليم متميز، وتقوم بدورها في مجال البحث العلمي وتنمية المجتمع من خلال بيئة محفزة للتعلم والإبداع الفكري والتوظيف الأمثل للتقنية والشراكة الفعالة المحلية والعالمية الفاعلة، محتضنة 24 كلية بفروع ممتدة تخدم محافظات شقراء والدوادمي والجويعية وعفيف وحريملة وساجر والمزاحمية وثادق والمحمل. لتمضي الجامعة قدما وبخطى ثابتة، وبدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لتحقيق غاياتها وأهدافها الاستراتيجية، وترجمة رؤاها إلى واقع ملموس بأن تكون وجهة عالمية رائدة ومتميزة في التعليم العالي. لتواصل جامعة شقراء دورها الريادي في تهيئة أبناء وبنات هذا الوطن من خلال برامج ومشاريع تعمل على تقديمها باستمرار للمساهمة في بناء مستقبل مشرق لأمة سعودية تنعم بنهضة وطنية بروح شابة حازمة عازمة لتحقيق طموحات شعب طالت أمنياته سقف السماء. لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل،
همة السعوديين لن تنكسر إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. همة حتى القمة. جامعة شقراء.